افكار جميله بشكل، وهذه الافكار ناقشنا انا وياه على اساس انها تعطي واحد الزخم جديد الى الرياضه الثقافه والمدينه، المزج ما بين الاصاله والمعاصر. كاين اخوان الحمد لله اليوم معنا وان شاء الله غادي نكرموهم، اليوم عندهم باع طويل في الرياضه في مدينه العراقيل اللي ساهموا الكثير وعطوا الكثير، وانما يمكن لي انهم كبروا السن رجعوا شويه لورا. فهذه المناسبه كنا ناقشنا انا وسيدي باش نحاولوا انهم نرجعوهم ولو يساهموا غير بالحضور ديالهم والافكار ديالهم والتوجهات ديالهم من اجل بناء واحد الجيل جديد اللي يشرف المدينة رياضيا وثقافيا. دونك الفكرة هي هذه. شنو اللي خصها؟ خصها واحد تضافر الجهود. صالح تضافر الجهود ما بين الأجيال، ما بين القدامين وما بين هادو الجداد. دونك هذه هي الفكرة الأساسية اللي تبنات عليها السي أحمد البناية الفكرة ديال النادي، واللي هو تبارك الله عليه مدرب وعنده أفكار رياضية وجايب افكار يعني من برا اللي باغي نحاولوا نمشوها هنايا نادابطيوها في المغرب. دونك اللي كان نطلب انا من الاخوان والاخوات انهم يعني يديروا واحد التضافر ديال الجهود باش يمكننا نشروع مستقبلي.